السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة تداول عملات الرقمية مشفرة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش تحول نقاطك نتاع السويت كوين إلى منصة تداول العملات، إن شاء الله كيفاش نديرو نبيعو ونشرو عملات عملة السويت كوين، كيف نبيعوها، كيف نعرفوها راها طالعة ولا هابطة، السعر نتاعها كاين ناس ما تعرفش كيفاش. إن شاء الله بحول الله في هذا الفيديو كيفاش نبيعوا نقاطنا مقابل دولار دولار او مقابل دينار جزائري، طريقه سهله جدا بدون اي مشكله. تقول لي حبيب شحال راه يدير واحد السويت كوين بالدولار؟ هو راه يدير واحد السويت كوين يدير 0.058 دولار او 59 دولار، و1000 نقطه 1000 نقطه السويت كوين راح تدير 58 دولار حتى 68 دولار، حوالي بدرهمنا مليون و100 حتى مليون و200. فهمتوا خوتي؟ ان شاء الله في هذا الفيديو نتعلموا كيفاش نبيعوا نقاطنا على انفسنا، ما نروحوش عند واحد ونبيعوا له النقاط ولا نديروها في هذا الفيديو. خوتي ما تروحوناش بعيد دون لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، كل ما نحط فيديو جديد يوصلك انت الاول خويا. بعد الفاصل ونواصل. خوتي نروحوا للمحفظه السويت هذه، ها هي هذه، واش ندير ندخلوا فيها بهذه الطريقه. دوكا عندي 21.55 السويت كوين، وفوق هما الخطوات. دوكا واش ندير دوكا خوتي، نروحوا هنايا نديروا التحويل، هذه هي التحويل، ونديروا هذه الاولى ارسال خوتي بهذه الطريقه. واش نديروا؟ نروحوا للمنصه هذه هي المنصه. واش نديروا؟ نروحوا المحفظه هنايا ونديروا ايداع خوتي بهذه الطريقه. نجيو هنا نكتبوا سويت، ها هي، نضغطوا عليها بهذه الطريقه ونختاروا هذه، نختاروا هذه، نديرو النسخ خوتي، عاد نرجعو ونروحو هنايا ننسخو الرابط، نديرو البحث بهذه الطريقة، نضغطو هذه هنايا بهذه الطريقة خوتي. حنا عندنا 21.55 السويت، حنا ندير 21 ونديرو هذه السحب أو التحويل، عاود نسحو هذه السحب من اليمين إلى اليسار بهذه الطريقة خوتي، سيتم التحويل المبلغ خوتي بهذه الطريقة. تقدر تخرج دراهمك من منصة بهذه الطريقة خوتي. دوكا نروحو الحاسوب وكيف نتداول على منصة، فهمتوا خوتي؟ نضغطو هنايا دركا بقاتنا 0.55 السويت، مش لحقة واحد السويت خوتي. نخرج من هذه، نعاد ندخل من المنصة بهذه الطريقة خوتي. دوكا نروحو هنايا اسكو عندنا السويت كوين ولا والو، دوكا نرجع لكم خوتي. ها جاتنا 21 سويت كوين، ها هي خوتي، ها هي. دوكا نجيو نبيعو فيها خوتي، نديرو هنايا 21 سويت كوين تجيني 1 دولار، فهمتو خوتي؟ ها 1 دولار يساوي هنا، نديرو الشراء. دوكا نشري السويت كوين، نديرو العكس الشراء، نديرو 21، ها طيح لي 1.13 دولار. هنا ثاني البيع كذلك، ها خوتي كيف كيما البيع كيما الشراء. دوكا راه يدير في الشراء ولا في البيع، راه يدير 0.353 دولار، معناه مش كاع مش لاحق 1 دولار، فهمتوا خوتي؟ ها هو انتما واش ديروا، انتما ما تبيعوش وما تشروش حتى حتى يطلع وبيع النقاط تاوعك، هذا ما فهمتوا خوتي؟ ها هو دوكا تقولي حبي كيفاه نبيع وكيف نخرج دراهمي
من النقاط. خوتي دوك واش نروحوا، روحوا الحاسوب تاعنا نشوفوا كيفاش نبيع نقاط توعي بهذه الطريقه خوتي. بعد اخر فيديو نكمل فيديو كامل، نديركم مقطع من الحاسوب، نشوفوا نزول وهبوط نتاع السويت كوين، اسكو ينطبق في الشراء ولا والو خوتي. دوك اخر فيديو نكمل هذا الفيديو، اخر فيديو ندير لكم مقطع من الحاسوب، فيديو من عفوا ندير لكم مقطع فيديو نتاع كيف تعرف واه طالع ولا هابط السويت كوين، تشري وقت تشري وقت تبيع. من بعد في اخر الفيديو ندير لكم المقطع. فهمتوا خوتي؟ نكملوا الموضوع تاعنا خوتي. انا قلنا نعدي 21 السويت كوين، دوكا جاتني 1.13 دولار، معنا دوكا نجي نحولوها بدرهم تاع الجزائر، تسمى جينا 21000. فهمتوا خوتي؟ دركا هاي دوكا جينا ب 21000 خوتي. كيف نبيع؟ واش ندير؟ نضغط على البيع، مثال البيع. ها شفتوا خوتي؟ ها نضغط على البيع. هنا يقول لك السعر، هو الحجم الطلب هو 21 السويت كوين 1 دولار. فهمتوا خوتي؟ هاهي انا دوكا ندير البيع، ها دوكا نشي دولار، دوكا ما عديش السويت كوين. فهمتوا خوتي؟ ها دوكا عدي 1 دولار في ال هاهو خوتي، ها عندي 1.47 دولار. تقولي حبيبي كيف نخرج دراهمي وكيفاش على سي سي بي ولا باريديمو وعلى البايسيرا جميع وسائل الدفع خوتي؟ هي ادنى السحب على هذا الموقع، هذا المنصه، هي 10 دولار. من 10 دولار تقدر تخرج دراهم، معناها 200000 340، من 10 دولار والفوق. تحت 10 دولار ما تقدرش خوتي، ما تقدرش تبيعها، لازم من 10 والفوق. فهمتوا خوتي؟ هاي سبيل المثال حاس انا نشري السويت كوين، واش ندير؟ نرجع بهذه الطريقه خوتي، دي السويت كوين. دوكا نحوس انه نشري السويت كوين. فهمتوا خوتي؟ سبيل المثال ندير واحد، فهمتوا خوتي؟ واحد اصلا خوتي، واش قلنا؟ عندي 1.47 دولار، عندي دوكا 27. فهمتوا خوتي؟ فهمتوا خوتي؟ ندير الشراء، الشراء، الشراء. دوكا راني ربحت حياة خفيفة. فهمتوا خوتي؟ ايوا ها دوكا واش ندير دركا؟ انا دوكا ندير نخليها، انا قبيح كتعدي 21 السويت كوين يا خوتي. شوف نخليها حتى تطلع العملة حتى 60 ولا نبيعها، نعاود ثاني تطلع عاود ثاني نبيعها. دوكا واش ندير دركا؟ نستنى حتى تطلع السويت كوين، تطلع العملة تاعها 60 ولا 70، نبيعها ونهار تهبط السعر تاعها نشري. فهمتوا خوتي؟ هذه الطريقة، هذه تداول بها، هذه يقولها تداول العملات الرقمية المشفرة. هذه هي الناس اللي تخدم بها واللي دخل منها درام كحلة خوتي، راه فيها درام كحلة خوتي، اللي يعرف لها فيها درام كبار خوتي. لازم لك تلمد، لازم تكون عندك راس المال، تبر راسك نقاط نقاط اشريهم، عاودهم من البيع ربي يسهل عليك. هذه فرصة تاع عمل خوتي، هذه الفرصة نتاع العمل. فهمتوا خوتي؟ فرصة تاع عمل خوتي، ما تراطيش اشري. فهمتوا خوتي؟ بلي كانت عندي 21 دوكا عندي 27. فهمتوا خوتي؟ ايوا دوكا انايا نستنى حتى تطلع العملة حتى 60 ولا نبيعها، ومن بعد نهار دير تهبط نشتي. فهمتوا خوتي؟ المهم خوتي عجبكم هذا الفيديو، ما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ياسك كل جديد خوتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي. شفتوا هنايا؟ شوفوا هنايا كيما يامس كان طالع، كان وصل 60 حتى 63، عاد هبط اليوم دركا 53 خوتي. شوفوا هنا، شوف نروحوا
يامس يامس شنو يامس ها هي اليوم 18 يامس 17. شوف كان طالع هنايا في الشراء وهبط في البيع. شوف شوف شح كان يدير، كان يديني 62، نجو هنايا راه كان يديني 62 عاود طلع هنا 63. خوتي شتو خوتي هاكل خطا يهبط يطلع، خطرة يهبط يطلع، فهمت خوتي؟ هذا تداول العملات المشفرة على السويت كوين. وثاني جميع عملات تقدر، ثاني عملة السويت كوين تشريها، تشري ثاني بيتكوين ولا الروبل ثاني تقدر تشري عادي إذا كنت تعرف، فهمت خوتي؟ ها هي دائما تتبع خطوط هذوما، دائما تتبعهم. كما هنايا كان يدير في البيع، تجي تبيع خوتي هنا مثال، هنايا تبيع 0.62، فهمت خوتي؟ هنايا ها هنا شتو شتو هاد البلايص هذوما هنايا، شوف هاد البلاص، شوف حط هنا لا سوري ها، فهمت خوتي؟ ها 62 جا البيع ثاني 60، نجو هنا الخضراء ها هنايا هبط كان يدير 59، فهمت خوتي؟ ها شوف نعطيكم كيف تخدموا مليح. شوف ها هو البيع، هنا البيع انت مثلا عندك السويت كوين، انت عندك 1000 سويت كوين، انت واش دير؟ الى كانت عمله طالعه معناها حتى وصلت حتى 1 دولار ولا نص دولار، واش دير؟ دي هنايا دي 1000 مثلا، عندك 1000 شفتوا هاي 1000 هاي 53 كانت 68 حتى 66 دولار، اهبط اهبط ياسر. شوف 53 دولار معنا نجي نحولوا فيها، جينا مليون ومليون 30000 في جوية، مليون 30000 دوكا راه هبط، هبط دوكا هنايا نتبيع. الى كان السويت كوين كان طالع تبيع، ولا كان هابط تشري، فهمت خوتي؟ دوكا هنا العكس، هنا عندك العكس خوتي، فهموني مليح. اللي عنده مشكلة ولا ما يعرفش يتواصل معايا نفهمه مليح. هذه قناة، هاي قناة تاعي سموها تداول عملات، عملات الرقمية مشفرة، تطبيق السويت كوين خاصة التداول. كل يوم نحط لكم فيديو جديد، يوميا سمى يوميا، فهمتوا خوتي؟ هايوا هنايا نتبيع، هنايا تبيع هذه حمراء، عقلوا عليها، هذه عقلوا عليها مليح. إذا كان سويت كوين كان طالع بزاف، طلع بزاف بيع، ولا كان هابط اشري. دوكا هنا العكس، هنا تشري بالدولار وهنا تشري بالسويت كوين، فهمتوا خوتي؟ هايوا هنايا تشري بالنقاط وهنايا تشري بالدولار، فهمتوا خوتي؟ هايوا كيما انا قبيله في التليفون خوتي كان عندي 21 سويت كوين، وانا دوكا بعتها ب 27، صافي دوكا راني شحال ربحت، فهمتوا خوتي؟ هذه التجارة الإلكترونية، فهمتوا خوتي؟ ايوا منهم اللي ما يعرفش ولا ما عندوش مشكلة يتواصل معايا انا نفهمه مليح اخرى، وهذه هي. والسلام عليكم.